السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. رشيد نجاز يتكلم عن مشاريعه القادمة، تابعوا معنا هذا الفيديو. اللي عندي مع الوزير الخارجية تاع امريكا، انا نعرفه من 98 في هذاك الوقت تلاقيت به هنايا في واشنطن باه ندير كتاب مع رئيس بيل كلينتون، وفي هذاك الوقت كان مستشار تاع رئيس كلينتون هو اللي عاوني باه نتلاقى به وباه ندير هذا الكتاب. دونك يا زمان عندها 25 سنه، دونك كان الناس يعرفوا القيمه تاع الناس، والحمد لله رانا دوقا دوقا. دونك راني هنا في امريكا، بقات لي واحد ما بقاش بزاف، بقات سمانه ان شاء الله، ولو 10 سبتمبر ان شاء الله، لو 10 سبتمبر ان شاء الله نروح سويسرا في زوريك. عندي موعد مع طبيب فم، ومن بعد اليكونت لو 11 ان شاء الله، ومن بعد نديرو جوله في افريقيا، في افريقيا ان شاء الله اللي كتبها ربي، من 12 سبتمبر الى 29 سبتمبر اللي كتبها ربي ان شاء الله نزور 8 بلاد. يعني نبدا مع السنغال، من بعد كوت ديفوار، من بعد ان شاء الله البينا، توغو، الغانا، اثيوبيا، المالي، والغينيا كوناكري ان شاء الله. نزوروا خوتنا الافريقيين اللي راهم في واحد المرحله ما تعجبش. ولماذا ندير هذه الجوله في افريقيا؟ راني نوجد واحد الكتاب على الموضوع العبوديه وعلى الموضوع العنصريه اللي راهي كاينه اليوم في شمال افريقيا. دونك سي جي ديسيدي دو فير سيت تورني ان افريك انتر لو 12 اي لو 29 سبتمبر ان شاء الله، سي لا سانتي لو بيرمي ان شاء الله، سي دون لو كادر دو لا بريباراسيون دان ليفر سور لاسكلافاج دونت اون ايتي فيكتيم nos frères africains depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Et dans le cadre de ce livre, je vais parler d'un sujet qui est brûlant, c'est le sujet du racisme dont nos frères noirs africains sont victimes de la part de nous, c'est-à-dire les Arabes, les Berbères, les musulmans en Afrique du Nord. Et ce que l'on voit en ce moment en Tunisie est parfaitement intolérable. Et il faut avoir le courage de dénoncer ce racisme anti-noir qui est en train de sévir dans des pays musulmans. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai décidé de faire cette tournée Ilaktab Harab Inch'Allah en Afrique noire entre le 12 et le 29 septembre. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much.